مرحبا بحضراتكم. الفقرة الأخيرة، وزي ما احنا عارفين الأهلي بيعتلي صدارة الدوري بعد مباراة ولا أروع، مباراة ولا أجمل، خلينا نقول أمام سيراميكا كليوباترا 4 أهداف غير اللي ما اتحسبش يعني دون رد. مواجهات الدوري خلينا نقول القادمة مهمة جدا للاحتفاظ باللقب المحلي للموسم السادس على التوالي، والبعض بيرى ان الدوري دلوقتي يمكن هو بدأ، يعني نسخة الدوري الحالية بدأت امبارح بالمباراتين خلينا نقول بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك اللي احنا شفناهم، وما تبقى من 6 مباريات كمان للأهلي. خلينا نرحب بكابتن ماهر همام ونعرف منه تفاصيل كتيرة جدا عن مباراة أمس وفيما كمان هو قادم. صباح الفل، صباح النص، صباح الجمال. أظن حضرتك امبارح نايم رايق ومبسوط بعد مباراة قوية وحلوة. يعني عايزين نسألك، كيف رأيت مباراة الأمس؟ وبرضه يا ريت حضرتك برضه تعمل لنا ستريس كده على التفصيل اللي كنا اظن اتكلمنا فيها مع حضرتك قبل كده كمان، فكره التهديف المبكر، يعني زي ما حصل امبارح في الدقيقه 4 لما يكون عندك لعيب يعني يعرف يستغل الدربكه الدفاعيه اللي حصلت وتسجل هدف مبكر، الى اي درجه الكلام ده بيبقى له انعكاسات حلوه على لعيبتنا وسيئه بطبيعه الحال على المنافس؟ بص يا كريم، احنا يمكن اتكلمنا في فقرات قبل كده وقلنا الدكه هتبقى يعني هي العنصر ان شاء الله اللي هيفرق معانا في الفتره اللي جايه. ومستر موسيماني واضح قوي ان هو عنده برضك يعني رؤيه مستقبليه، عارف ان عنده النجوم معظمهم مجهدين، انت خارج من بطوله افريقيه وبعدين منتخبات وبعدين دوري وكاس، فدي ميزه النادي الاهلي. النادي الاهلي تملي بيبقى باصص لقدام شويه، يعني عنده رؤيه مستقبليه، بيبقى هو حاطط عينه عارف ان هو راجع من بطوله افريقيه هيبقى فيه اجهاد من بطوله لبطوله طبعا. فلازم يحضر الدكه او يحضر اللعيبه البدلاء اللي هم هيخشوا يكملوا المشوار ويريح اللعيبه الاساسيه اللي هي مجهده. يعني بعض العناصر احنا شفنا الاساسيين مجهدين قوي، فمستر موسيماني بيحضر البديل بشكل كبير جدا من الناحيه النفسيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه التكتيكيه الخططيه. وتملي تلاحظ كريم ان هو بعد كل هجمه مثلا ضايعه او هجمه فيها مشكله دفاعيه يروح راجع للدكه ومكلم الناس، في لغه حوار جميله بين الجهاز الفني مستر موسيماني واللاعبين، وتملي بيكلمهم عشان يحفزهم ويخليهم يركزوا عشان لما يطلب منهم بديل يخش، عايز مثلا ازود النتيجه بحط مهاجم، عايز احافظ على النتيجه بحط لعيب نص ملعب او لعيب مدافع. ففي يعني شغل جميل جدا بين الجهاز الفني واللاعبين. لو تفتكر احنا قلنا ان المباراه القادمه للنادي الاهلي اول ما هيرجع من البطوله الافريقيه ال9 مباريات هيبقوا مباراه كؤوس، ما ينفعش بقى فيها تعويض. مباراه الكؤوس بتبقى مباراه بتكسبها عشان تتنقل للمرحله اللي بعد كده. فعلا مستر موسيماني عمل كده في ال4 مباريات اللي فاتوا، يعني كل المباريات اللي فاتت كانت مباريات قويه للنادي الاهلي ومباريات ب3 نقاط ومباريات كؤوس، ودي يعني سمة البطل، ان هو البطل عارف طريقه فين. البطوله المحليه، بطوله الدوري العام، دي البطوله المحببه للنادي الاهلي وجمهوره. فالنهارده احنا مركزين بشكل كبير جدا زي ما حضراتكم قلتوا، فعلا في سعاده وفي انتصار وفي نشوه، واللعيبه كلها عندها تحدي، اللعيبه ومجلس الاداره والجهاز الفني والجمهور بقى العظيم اللي بيتفرج علينا، جمهور النادي الاهلي اللي بيتابعنا في كل مكان، اللي هو السند بعد ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء اللاعبين. كلام محترم، ويمكن في بعض النقاط امبارح برضو عايزين ناخد راي حضرتك فيها. يعني امبارح احنا شفنا في طرد حصل مبكر جدا، يمكن في الدقيقه 20 تحديدا لعامر عامر حارس المرمى، ويمكن الجول برضو اللي في الدقيقه 4 ده كله اثر بشكل سلبي، ده غير ان كابتن هيثم شعبان كان ليه تصريح يعني بعد المباراه وقال انا اصلا داخل المباراه يعني عندي اصابات وغيره، وفي كواليس كانت قبل المباراه، ده غير اللي حصل داخل المباراه. فدي الاحداث اللي حصلت، ولكن انا على الصعيد الثاني برضو لما اجي كده اقيم او اشوف برضو، انا عندي كان ممكن افوز باهداف اكتر من كده، وعندي حاجات اتلغت. يعني عندي يعني جول او لمسه قفشه اللي هي اتقال ان هي يعني في اليد، اللي هو جول محمد شريف اللي اتلغى، بتهيألي كانت غريبه جدا، لان كمان كان في نقص في الكاميرا، كان في زاويه كانت لو جت كانت تالي من الخلف كان ممكن ان هي تبين اكتر من كده. فراي حضرتك تحديدا في الكوره دي ايه؟ انا عايز اقول لك ان يعني الفرقه اللي بتقابل النادي الاهلي مش محظوظه،
يعني انت توقف وبعدين رجوع سيراميكا، هيثم اكيد قلقان يعني ارجع على النادي الاهلي ولا ارجع على اي فرقه تاني. بصراحه اول مره يمكن دي المباراه الاسوأ لسيراميكا بصراحه من بدايه الدوري يعني. يعني لا الظروف الصعبه وجول وجوال كتير يعني زي ما بيتقال. هافي كان تفضلت عايزين برضو يحافظوا على ترتيبهم في الدوري. طرد حارس المرمى اثر بشكل كبير جدا، وقبل طبعا الهدف الجميل لياسر ابراهيم المتابعه يعني مدافع وبيتابع زي الفيرود كده، فدي حاجه كويسه بتحسب لياسر بصراحه. وجول في اربع دقائق يعني ما حصلتش في الاربع مباريات اللي قبل كده، واحنا تملي كنا نقول عايزين جول. الاهلي بقى الروح الاهلي ابتدت، احنا بنشوف دلوقتي لعب تاني، عشان كده انا متفقه مع الناس اللي بتقول الدوري دلوقتي ابتدى يمكن بالظبط. واحنا كنا يمكن عتاب يعني عشان في اولادنا ان احنا عايزين نجيب جول في الاول عشان نفتح الجيم. طبعا يعني احنا في الاربع مباريات اللي فاتت عندنا شوط متوسط تملي بيبقى الشوط الاولاني، صحيح، وبعدين بيبقى نار يعني نار حمراء موجوده. بس الحاجه الاكيده ان التسجيل المبكر بيفرق طبعا كثير. طبعا بيدي ثقه كريم بشكل كبير جدا، وبعدين بيفتح لك الجيم، صحيح. بيضطر الفرقه اللي قدامك عايزه تعوض فبتبدا تفتح خطوطها، وده اللي يهمنا. اول ما بتفتح الخطوط بيبقى صعب بقى على الفرقه، لان لعيبه النادي الاهلي بتحب المساحات، بتحب الاختراقات، بتحب الجمل التكتيكيه. طول ما انت بقفل عليهم في 30 يارده بيبقى الاختراقات صعبه والجمل مخنوقين بالظبط طبعا، لان 30 يارده فيها اكتر مثلا من هم 11 لعيب واحنا كمان 10 فبيبقى او 9 فبيبقى عدد كتير قوي في ال 30 يارده اللي بيهاجم فيهم النادي الاهلي. وهنا بقى الجول مبكر اهميه المهارات الفرديه طبعا اللي بيعرف يخلص طبعا. واحنا شفنا طبعا اربع اهداف لما نيجي كده نحللهم هنلاقي من اجمل الاهداف، يمكن كمان هدف قفشه اللي بيعتبر من اجمل الاهداف اللي موجوده في الدوري، تسديده يعني فيها اتقان وتصويبه ورؤيه وشايف، وهو طول عمره كده قفشه يعني الكره الثانيه تملي بيستناها وهو بقى مشهور بيها. فالكره الثانيه هو بيختار المكان المناسب وبيتوقع ان الكره ممكن تنزل هنا، فطب انا هعمل ايه؟ يبقى لازم بسندها كويس قوي وبعدين ابدا اصوب. فالنادي الاهلي بدا يغير من استراتيجيته بصراحه. مستر موسيماني قعدنا نقول محتاجين جول في الاول جول في الاول، فاكيد مستر موسيماني في تحضيره للمباراه طلب من اللعيبه ان هي لازم نجيب جول في الاول عشان نقدر نفتح الجيم. فانا شايف ان مباراه امبارح كانت من ضمن الهدف قدامنا هدف يعني مميز وفي اتقان ورؤيه فنيه من لاعب مميز يعني قفشه بصراحه من اللعيبه طورت نفسها بشكل كبير. قفشه وحسين الشحات بصراحه انا بقى هروح للاتجاه ده، لان حسين الشحات امبارح كان اكثر من رائع، وزي ما قلنا انا وكريم في الانترو برضو في المباريات اللي فاتت السبعه او الثمانيه اللي فاتوا كمان هو تالق جدا رغم الضغوطات اللي اتعرض ليها من بعض جماهير النادي الاهلي للاسف، لكن ده مش بيبقى جاي من فكره انا عايز انقد واهدم، انا عايز الافضل دايما من لاعبتي وده مفهوم يعني، ولكن برضو احنا عايزين دعم، احنا عايزين ثقه للاعيب عشان ما يتكررش اي حاجه او سيناريو سيء مع اي لاعب للاسف، فكره هدم الروح المعنويه. تتفق حضرتك او تختلف مع هذا الكلام؟ لا اتفق معاك، الكلام مظبوط. جمهور النادي الاهلي جمهور مثقف وواعي وعنده دعم كبير جدا للعيبه، لان اللعيبه دي بتفرحه كتير يعني البطولات اللي النادي الاهلي بيحققها بتفرح الملايين الاهلاويه. الباك الاهلي هو مصدر البهجه عند ناس كتير، هو ولاعيبه مصر في طوكيو يعني اولمبياد بصراحه يعني كمان عايزين نحييهم من خلال رغم الانتقادات برضو اللي اخذوها في البدايه من بعض النهارده 6 ميداليات ما اتحققتش في التاريخ وذهبيه ومن 2004 يعني، فيعني بنحييهم طبعا من خلال برنامجكم والمسانده طبعا اللي موجوده من ناحيه الشباب والرياضه طبعا رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، مسانده الرياضه المصريه بشكل كبير، ده هيخلينا ان شاء الله باذن الله في باريس الدوره اللي جايه ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه احسن من كده من اللي احنا عملناها. يعني ليه بقى بعد كل هدف يحرزه النادي الاهلي اوتوماتيك المباراه تقف عشان نشوف الفار هيقول ايه؟ انا ما اعرفش والله كريم بصراحه والله العظيم بجد انا ملفت للنظر جدا. برافو عليك كريم. هل بيبقى الهدف من الكلام ده يعني اثبات شفافيه تسجيل موقف، ولا
تشكيك ولا ايه الحكايه؟ لا يعني وبنتاخر يا كريم بشكل من 4 دقايق و5 دقايق كتير قوي على ان بتبقى اهداف واضحه كمان وضوح الشمس. بتعمل كمان خد بالك ايه يعني، بتعمل احباط للعيبه. انت بعد ما تبقى سخنان بتجيب جول وعايز تجيب الجول الثاني، تروح انت موقف لي جيم 4 دقايق و5 دقايق عشان اشوف ده جول ولا مش جول، ده اوفسايد ولا مش اوفسايد. انا شايف برضك الفار احنا بنستعمله استعمال يعني خاطئ، في تاخير قوي في القرار بالنسبه للحكم الساحه وطبعا الحكام الموجودين في الفار. وعايز اقول لك كمان انت لما بتحرز يا كريم الهدف بيبقى عندك نشوه احراز الهدف، بتبص تلاقي العيب بينط، العيب بيعلق، كلنا بنفرح وكلنا بندخل في المود، وبعدين يوم ساحب وبعدين كل ده ساحب نروح هبطانين وبعدين ابدا اتكلم ربنا يوصل الفرحه دي طبعا، وبعدين ابدا اشاور جول. ما خلاص خلاص الفرحه بتاعت الهدف اللي احنا يعني عايز اقول لك فرحه المهاجم او المدافع. يعني ياسر لما جاب الجول طبعا فرحه المدافع بتبقى اكتر من فرحه المهاجم، لان المدافع يعني بيبقى جول في السنه جولين في السنه طبعا. لكن المهاجم بقى زي شريف ده 18 هدف هداف الدوري دلوقتي، فما ينفعش ان انا يعني احرمه من الفرحه دي. يعني بيحس بنوع من الاحباط، مش قادر يفرح، يضطر يستنى يشوف الحكم ما هيعمل ايه في السماعه. فانا شايف الفار ساعات بيعطل لنا الجيم بشكل كبير، ومعانا احنا بالذات واضح قوي ان في تركيز بشكل كبير. ده اللي ملفت للنظر، ايه الحكايه؟ الواحد بيقول لك هي بتشكل ظاهره ليه؟ تعالى نفكر فيها في الفاصل ونرجع نكمل الكلام. فاصل ثم عاوز اتفضل. طبعا الدوري المصري اصبح اكثر سخونه بكثير في الفتره البسيطه جدا اللي فاتت، وطبعا يعني كر وفر وسباق ما بين الاهلي والزمالك، والاهلي حاليا هو المتصدر الدوري بعدد النقاط، ولكن اكيد اي تعادل او خساره هتقرب الزمالك من اللقب والعكس صحيح. الى اي درجه كابتن ماهر التفصيله دي او الواقع ده بيشكل ضغط على كل اللعيبه، فكره ان انت ما ينفعش لاي سبب وتحت اي اعتبار ان انت حتى تتعادل ناهيك عن الخساره، بتشكل ضغط كبير على اللعيبه. اكيد هم الله يكون في عونهم بصراحه. يعني انت عارف لعيبه النادي الاهلي على طول عايشه تحت ضغط طبعا، لانه يعني ما عندناش خضرهم. ما عندناش غير البطوله. يعني احنا طول عمرنا الحمد لله اجيال بتورث اجيال طبعا. الضغط ده موجود من زمان، وموجود بقى كمان على مجلس الاداره وبقى على الجهاز الفني واللاعبين وحتى جماهير النادي الاهلي. فبقيت المطالبه خلاص لازم البطوله، وزي ما اتكلمنا قلنا البطوله المفضله بالنسبه لنا الدوري العام. لكن عايز اقول لك يا كريم، لعيبه النادي الاهلي يعني عارفه مصيرها، عارفه طريقها، وانا بحييهم بصراحه. يعني لان اللعيبه دي بتعاني بشكل كبير جدا سنتين ورا بعض بدخول في بطولات ودوري وافريقيا فده بيبقى عبء كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. وفترات احنا شفنا النجوم كمان يعني المؤثرين، بنون مثلا واضح عليه اجهاد، وبعدين فيروس كورونا طبعا، بدري بنون ربنا بالظبط قفشه واضح عليه الاجهاد بشكل كبير، شريف حتى الهداف يعني لا، ومحمود متولي اصابه جديده ويعني اصابه متولي، وبعض معلول كمان برضك من اللعيبه المجهده بشكل كبير جدا. فعايز اقول لعيبه النادي الاهلي يعني هم اللعيبه الوحيدين اللي محطوطين تحت هذا الضغط، لكن طبعا شخصيتهم وشخصيه البطل ودوافعهم بتطغى على حاجات كتيره جدا. يعني بيحافظوا على نفسهم بشكل كبير، تدريباتهم منتظمه، التغذيه الحمد لله يعني برضك موجوده بشكل جيد. دي كلها مساعدات بتساعد اللعيبه ان تكمل المشوار. مع الجانب النفسي بقى والاستشفاء اللي بيتعمل في هذه المنظومه، يعني شغل كريم، شغل كبير جدا وشغل صعب، شغل مضغوط. اداره النادي وكابتن محمود الخطيب ومساندته بشكل كبير جدا مع اللعيبه، وجوده في التدريبات، وجوده في المعسكرات، في السفريات، كل ده بيدي دافع، بيدي ثقه للعيبه النادي الاهلي. يعني المنظومه تقدر تكون مكتمله، كل الناس داخله فيها بشكل احترافي. وعايز اقول لك ان الدوري السنه دي دوري صعب جدا، محدش قادر يتنبا صحيح. صراحه طبعا بنحيي نادي الزمالك طبعا. بعد فتره التوقف اللي فاتت عمل مباراة كبيرة جدا مع المحلة وكسب ثلاث أهداف. الشوط الأولاني كان من الأشواط الجميلة اللي عملها نادي الزمالك. طبعا لما ضمن النتيجة خلاص الشوط بعد في أريحية في أريحية. لكن عايز أقول لك صراع جميل، أول مرة نحس بصراع قوي بين الأهلي والزمالك. لحد دلوقتي إحنا مش عارفين مين ممكن يكون صحيح. أقرب للبطولة،
لكن احنا عندنا ثقه في الله وفي لعبتنا ان النادي الاهلي ان شاء الله لما بيرجع يركب قمه الدوري وده باين دلوقتي يعني اول الجدول خلاص الناس كلها بتبدا تطمن النادي الاهلي راح للمكان المناسب بالنسبه له اللي هو بيحبه المفضل له ومن خلاله بقى يبدا ينطلق في جميع المهارات اللي جميل بقى. جدا بس انا هرجع للنقطه الاساسيه اللي حضرتك ما ردتش عليا فيها اعتبر بالظبط كده احنا اتلغى لنا جولين كويس وواحد منهم لو هنتكلم يعني ما فيهوش اصلا جدال تمام كده النقطه دي لو اتكررت الامر مخيف لان لو انا بادي والروح بتاعتي كنادي اهلي موجوده واللعيبه بتاعتي بيبذلوا اقصى ما عندهم والجهاز الفني وزي حضرتك قلت كلنا منظومه بتسعى ومحترفه ولكن يجي حاجات زي كده بقى اسميها اخطاء تحكيميه اسميها عدم توفيق ما اعرفش ولكن الامر اللي على الارض ان في اهداف بتلغى بسبب الفار سواء عن حق او غير حق ده مش كويس طبعا وعندنا مش الموقف ده حصل قبل كده يمكن مواقف قبل كده ما هي دي بقى حصل بصراحه يعني ويمكن كانت الاستاذ حفيظ اتكلم في الموضوع ده بشكل كبير جدا بشكل صارم طبعا ما بيعاتبش على الحكام لكن بيقول لهم لا احنا محتاجين حقنا ما انت ما ينفعش انا في مجهود مبذول من جميع المنظومه ما ينفعش بقى يعني في 90 دقيقه حكم باش موفق يضيع لي بطوله كامله بمجهود شاق بهذا الشكل بالزبط. فاحنا محتاجين طبعا يعني اخواتنا وحبايبنا ورجال التحكيم اللي هم بيسموهم القضاء العادلين محتاجين يبقى في تركيز صراحه يعني زي ما اللعيبه بتركز والجهاز الفني بيركز في المباراه عشان يكسب بالثلاث نقاط انا كمان كحكم محتاج ان انا اركز في التسعين دي عشان اطلع في الفير بلاي اطلع احسن حكم في هذا الاسبوع احسن حكم في هذا الشهر لازم التحدي ده بالنسبه للحكام خصوصا حكامنا حكام دوليين يعني مش حكام لسه بادئين طبعا امين عمر وغيره طبعا اسماء مياش صغيره بالظبط بس احنا يعني حضرتك بحضرتك مثال احنا انا او نهاوند متشرفين بوجودنا في البرنامج ده بقالنا سنه بالتمام والكمال على مدار السنه دي اتكلمنا كتير على الحكام كملف لوحده وعلى الفار كملف مستقل سيبك من الفار ادينا اتكلمنا فيه في حته التحكيم لما يكون في تحفظات متتاليه يعني وكتير هل دي بتكون سقطات تحكيمية ولا الواحد يبتدي يشك في وجود سوء نية ولا هي صدفة ولا ايه الحكاية وما كريم انا عايز اقول يعني هنبعد يعني هي سقطات بصراحة يعني يعني ما اقدرش اقول في حكم بعينه عايز واخد بالك يعني يضايقك او يعطلك لان هترجع ليه هو يعني صحيح. الحكم لازم يبقى حكم عنده فير وعنده الفير بلاي وعنده كمان ده دور طموحات طبعا ان انا عايز ابقى حكم رقم واحد في مصر رقم واحد في افريقيا اروح كاس العالم ف دي احترافيه عندنا حكام محترمين حقيقي بالظبط فالنهارده ما افتكرش ان احنا يعني في هذا العهد في حد مايل للابيض اكتر من الاحمر او الاحمر اكتر من الابيض ما افتكرش يعني ممكن تكون ميوله للون معين لكن انت بقت لعيشك ده مستقبلك انت راجل عايز تتصنف راجل عايز تبقى احسن حكم في مصر في افريقيا فما ينفعش ان انا ادور على الابيض او الاحمر لا لازم ابقى انا مش شايف ولا ده ولا ده بالظبط العب انا كمان عشان اسمي وتاريخي النهارده مثلا عندنا حكم او اثنين او ثلاثه من المسؤولين في افريقيا ليه ما يبقوش خمسه سته وبعدين نفس الكلام بالنسبه لكاس العالم نرجع للضغوطات اللي ممكن يكون البعض بيتلقاها من هم ليسوا من مشجعي او جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيتحدثوا ان للاسف يعني وهي حاجه بتضحك ان الاهلي بيفوز بسبب دعم بسبب ان الحكام بتاخد صفوك هذا الكلام اللي يعني عار تماما من الصحه لان ارض الواقع بتقول عكس كده اصلا فهل هم ده بيحصل نتيجة الضغوطات دي ان هم مش عايزين يروحوا او يتقال عليهم كده دي حاجة طب وانا مالي كنادي اهلي ان انا ادفع الثمن ده السؤال نشق التاني طيب ليه ما حدش تحدث عن مثلا ضربات الجزاء اللي في كل ماتش يعني للفريق الاخر او فريق منافس اخر طيب ما ده موجود فيعني عايزين نفهم يعني السؤال الاولاني انا شايف ان يعني الضغوطات اللي تقع على النادي الاهلي ده البطل فانا عايز اعطل البطل اعطله ازاي اطلع بقى اشاعات على السوشيال ميديا ان الحكام بتساعد النادي الاهلي ان الصحافه مع النادي الاهلي ان كل البرامج بتساند النادي الاهلي ان الحكام بيخافوا من النادي الاهلي دي كلها ضغوطات بتحصل على النادي الاهلي موجوده لان انت عايز تعطل البطل ده ما فيش حاجه هتعطله طب اعطله ازاي احاول اعطله نفسيا
ارمي اشاعات ان هو بيتساعد. يعني احنا على مدار 42 بطوله اتساعدنا. مش معقول. معقوله حاجه ممكن يعني مباراه مرتين يعني بالعقل وبالمنطق كده. وبعدين يعني الناس بتشكك في البطولات دي. 42 بطوله يعني كمان حتى المنافسه بعيده قوي يعني. مع احترامي طبعا اكيد بس ده الواقع. ارقام المنافسه اللي موجوده 12 بطوله او 13 بطوله ال 42 بطوله. فطبعا الكلام ده كانت الدنيا اهدى شويه ايام كنت حضرتك في الملاعب بالزبط. زمان قبل ما يبقى فيه سوشيال ميديا من اساسه كان يعني هو عندك المعلق وعندك التحليل بعد المباراه وعندك الصحافه الرياضيه. ما عندكش بقى ناس قاعده بتطق حانك وعماله على الفيسبوك تقول الكلام مش مظبوط وتروج اشاعات وتحاول تهدم. اثرت بالسلب على الرياضه عموما اكتر ما افادتها اعتقد. يعني حتى العصبيه كريم اثرت على العصبيه واخد بالك والاعتقال اللي احنا بنشوفه حتى في الشارع حتى في في في, في القافيه حتى في في المدرج. ما كانش الكلام ده موجود زمان يعني بصراحه. يعني نتمنى دي حقيقة تنتهي ونتمنى عوده وده دوركم بقى طبعا ان شاء الله باذن الله يعني مره ثانيه انتوا بوعيكم طبعا ده دور الاعلام طبعا. ونتمنى عوده الجمهور زي ما كنت انا وحضرتك بنتكلم في الفاصل مره ثانيه نقطه في غايه الاهميه. يا ريت يعني الجمهور بصراحه جول قفشه ده يا كريم نهوان لو في جمهور اتفرج على الحلاوه والجمال يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور الفتره اللي جايه دي يعني تهدى اكتر من كده. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي عارف طريقه فين وعارف اهدافه فين وعارف الدرع ده هو المفضل بالنسبه له وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي. نورت لنا يا كابتن مهر. بجمله التمنيات برضو نتمنى نشوفك على خير قريب باذن الله. نورتنا يا فندم جدا والله. كتير حضرتك نورت الدنيا كلها. خلصت حلقتنا بكره ان شاء الله نرجع نتقابل مع حضراتكم على خير باذن الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.